العملية له كانت الصائفة الماضية في 1500 حقيبة تنفسية، وهذه العملية الثانية. وهذا عربون من أبناء الجالية الجزائرية المتواجدين في الخارج الذين لم ينسوا وطنهم وإخوانهم وأهاليهم في ظل هذه الجائحة، وكلهم تبرعوا يعني أشياء يعني من الصغير إلى الكبير، حتى تمكنا من شراء هذه الأجهزة في فرنسا وارسلناها يوم 2 فبراير الماضي، وصلت اليوم ونحن اليوم يعني نستلمها وتتسلمها جمعية العلماء المسلمين، يعني الجمعية التي تقوم بتوزيعها بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة في الوزارة وحتى في الولايات. 5000 من هذا النوع من الحقائب اللي هي صالحة ليست فقط لكوفيد 19 ولكنها صالحة أيضا لما بعد الكوفيد، لأنها تنفع الإنسان على تخفيف ضيق التنفس عنده أينما كان وحيثما كنت.